وحول هذا الموضوع ينضم إلينا القائد الميداني السيد أحمد العلي. سيد أحمد، بداية أهلا وسهلا بك، ولو تحدثنا عن آخر المستجدات اليوم وعن خرق الهدنة التي دعت لها البعثة الأممية من قبل قوات الكرامة. أهلا وسهلا أخي، وكل عام أنتم بخير. أنت بخير إن شاء الله. اليوم طبعا في العيد، اليوم طبعا اشتباكات اليوم الصبح اليوم مبكر من قبل ميليشيات الكرامة على معظم المحاور بالأسلحة الثقيلة وبالمدفعية، يعني جهة وادي الربيع، جهة عنظارة، تو يعني العشية، يعني جهة صلاح الدين، وعند حتى العشية تحت المغرب قصف الطيران ميليشيات الكرامة، يعني الثلاث سيارات طبعا مدنية جمعتنا، لكن الحمد لله يعني الإصابات كانت بسيطة يعني. نعم. طيب، ما الذي حدث من خرق للهدنة من قبل ميليشيات الكرامة والقصف الذي حدث صباحا على مطار معيتيقة، وأيضا القصف الذي حدث بأحد المحاور في منطقة وادي الربيع، لو تخبرنا التفاصيل عن هذا الخرق؟ والله يا أخي، بسبة غسان سلامة معروف، يعني إنسان يعني ملعون، معروف طبعا شنو محايد لميليشيات الكرامة. احنا طبعا الهدنة هذه يعني من بدايتها معروفة ان سيناريو الحق، يعني اليوم يعني الصباح الباكر كانت قوات عميد البركان الغضب والكتائب التوار كواحد في المحورة وثابت يعني، لكن التفاجؤ صراحة باطلاق النار من قبل الميليشيات الكرامة الحق يعني. فهذا غسان سلامة هذا يعني انسان يعني ضد الليبيين، يعني إنسان مبعوث، وش اسمه، مبعوث يعني شني، مبعوث شني اللي خراب البلاد، مش اللي عمار البلاد. يعني نتمنى. طيب، من حكومة سيد أحمد، شنو الخسائر اللي خلفها القصف سريع على منطقة وادي ربيع وأحد المحاور في منطقة وادي ربيع؟ اليوم الطيران شني المسير اليوم. نعم. تحت المغرب مباشرة قصف يعني جماعتنا مدنية، ثلاث سيارات، لكن الحمد لله ربي سلم ثلاثة اليوم جرحى من جماعتنا. عرفت اليوم يعني شني استعملوا فيه حط الطيران، وأما عملية القصف بتاع ميتيقة هذه طبعا عن طريق يعني المدفعية بعيدة المدى بتاع 35 كيلو، يعني ميتيقة وحوالين ميتيقة، فهدوم الصراحة والله ما ينفع فيهم هدية. معروفة يعني هذوم عندهم الألعاب الكاذبة والسيناريو الكاذب، زي المصماري اللي كنا من يومين فاتن قال عيد أضحى ومش عارف شنية، هاي وين يا مصماري، أطلعنا يا مصماري، أكذب لنا كذبة تانية. عرفت. فإحنا بإذن الله يعني جاهزين في أي ساعة، جاهزين إن شاء الله، وصامدين على وطننا وعلى العاصمة بإذن الله تعالى. نعم، نسأل الله شفاء للجرحى جراء هذا القصف. القائد الميداني يا سيد أحمد علي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.